القانون الدولي بالقيروان في دورته ال 24 بعد انقطاع العامين بسبب جائحة الكورونا. حضروا فيه العديد من النجوم من بينهم الممثل الكبير الأستاذ كيف كيف جمال سليمان. نحكي لكم زيدا على حميدة هلال، على الممثلة المصرية بشرة، إلهام شاهين اللي تم تكريمها في المهرجان. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على زيارته الممثل السوري القدير جمال سليمان تسويت معنا بالتليفون. ألو ألو ستار، مرحبا يا أستاذ جمال. يا أهلا وسهلا، نورتنا. أين الحمد لله، لبس أنت لبس؟ الحمد لله، شكرا لبس. شكرا لك ساعة على قبول الدعوة، وشكرا أنك كل مرة تكون موجود في مهرجان تونسي وتدعم المهرجانات التونسية وما تبخلش أنك تكون حاضر هوني في تونس. نورتنا، وصورك كانت منورة زيد المواقع التواصل الاجتماعي. الله يخليك. والله بالعكس، أنا أتشرف دائما يعني بتلبية دعوات المهرجانات في تونس، وخاصة إذا كانت مهرجان مثل مهرجان القيروان. هذا المهرجان استضاف يعني كبار الفنانين والأدباء العرب، يعني مهرجان عريق جدا، والقيروان مدينة عريقة جدا. وأنا لما سبق وزرت القيروان فكانت مناسبة رائعة جدا إني زور القيروان وأتشرف بهذا التكريم الراقي والجميل، وأتشرف بملاقاة أهلي التوانسي وخاصة في القيروان، فكانت يعني فرصة جميلة بصراحة. وإحنا نتشرف بيك، أنت فنان قدير وتستحق التكريم وتستحق التقدير، ونورت القيروان. خليني قبل يفضلك، خليني قبل كل شيء نعرف كيفاش كانت أجواء المهرجان وأجواء زيارتك لمدينة القيروان خاصة. والله كانت جميلة جدا، مرت يعني بشكل سلس ولطيف. كنت يعني في السيارة من مطار قرطاج إلى القيروان أتأمل أشجار الزيتون على الطريق وأرض تونس الخضراء، وبعدين وصلت القيروان كليت الكفتيجي. أستاذ جمال، كليت الكفتيجي ولا ليه؟ أكلة تونسية، كفتيجي القيروان كليته؟ طبعا، لكن اكيد طبعا. حار ولا مش حار؟ لا حار صحة وبشفي. صراحة جميل جدا، جميل جدا. انا بحب الاكل الحار عموما يعني. ايبي الحمد لله. وادارة المهرجان يعني كانت اكثر من رائعة، ويعني اخي وصديقي حماد الوهيب يعني وكل الاصدقاء في المهرجان يعني هي كان استقبال يعني اكثر من رائع، وعنايتهم يعني شعرت نفسي بين اهلي بصراحه. وانت تستحق الحقيقه، تستحق. نعرفش الصوت كانه تقص الجمال سليمان، مازال معنا والا ليه؟ نجموا تجاوبوني، مازال معنا. استاذ جمال تسمع فيا؟ انا بسمع حضرتك، تفضلي. قلت لك انت تستحق التقدير من عند المهرجان وتنور تونس كل مره. انا نحب نحكي على فيلم الكاهن اللي سجل عودتك للفن السابع بعد اكثر من 13 سنه من الغياب، وتم عرضه في مهرجان ربيع الفنون الدولي للقيروان. احكي لي كيفاش كانت ردود الفعل، كيفاش شافوا جمال سليمان بعد غياب عن السينما؟ والله كانت ردة فعل جميلة جدا، الجمهور تابع الفيلم بحماس، واعتقد انه الجمهور كان مهتم جدا بموضوع الفيلم، لانه موضوع الفيلم جديد جدا بالسينما العربية. هو يعني الموضوع بيتحدث عن عالمنا المعاصر وعن خصوصية الاشخاص بعالمنا المعاصر في ظل الانترنت والسوشيال ميديا، ويعني مراكز تجميع المعلومات عن البشر. قلنا نحن اليوم بنعيش بعصر المعلومات، وسادة العالم هن الناس اللي بيملكوا الحياة اليوم، الهبس اللي بتتجمع فيه كل هذه المعلومات. فيعني الفيلم موضوعه يعني مختلف عن ما يتم تداوله في السينما يعني، فكان الجمهور مهتم جدا يعني بالفيلم، وأنا سعيد بذلك. من بين الوجوه اللي كانت تشارك في الفيلم الممثلة التونسية درة زروق، كيفاش كان التعامل معها؟ كان تحكي لي شوية أستاذ جمال. درة صديقة قديمة، سبق والتقينا بأكثر من عمل،
يعني أنا التقيت أنا ودرة ببدايات الحياة في مسلسل الموت القادم من الشرق وبعدين التقينا فيما بعد بمسلسل صديق العمر والتقينا الآن بالفيلم درة صديقة عزيزة وممثلة رائعة جدا وطبعا الفيلم كان بالإضافة إلى درة كان الأستاذ حسين فهمي والأستاذ محمود حميدة يعني كان في عدد الحقيقة كبير من النجوم بس يعني الدور النسائي الأول كان درة وهي عملته ببراعة الحقيقة. التقيت مع درة في بدايتها والتقيت مع درة توا شنو هي الفرق بين درة في البداية ودرة الحالية؟ فما فرق بالأداء فرق في التمثيل كيفاش كانت؟ هو الفرق بالنضوج الحقيقة الحماس هو نفس الحماس الإصرار هو نفس الإصرار المواظبة هي نفسها يعني درة من الأشخاص اللي بيمتلكوا إرادة قوية جدا وحب يعني لا متناهي لمهنتها واجتهاد كبير جدا بس طبعا التجربة الكبيرة عطتها مزيد من النضوج ومزيد من الحرفية صارت تعرف أين تقف يعني في الأدوار التي بتعملها يعني. قلت في البداية قلت أنك مقل في أعمالك السينمائية أكثر من 13 سنة أستاذ جمال غائب عن السينما خيار منك ولا ما جاكش الدور اللي ممكن أنت تقتنع به وتقبل أنك تأديه؟ الحقيقة ما كان خيار مني الحقيقة ما جاني الأدوار السينمائية المناسبة يعني جاني عروض على أفلام يعني ذات طبع تجاري كتير أو الأدوار ما كانت بالنسبة إلي يعني بتلبي طموحي فكنت أعتذر يعني لأنه بالنسبة إلي السينما يعني هي شيء يعني من المفترض أن يكون يعني خطوة إلى الأمام بالنسبة إلي فإذا ما كانت هذه الخطوة مضمونة فأنا لا أخطوها يعني فلأنه بتعرفي الإنتاج السينمائي العربي عموما هو متواضع من حيث الكم يعني أكيد في أفلام عظيمة بس من حيث الكم هو إنتاج متواضع وأنا برأيي أنه في كثير ممثلين بالعالم العربي وأنا واحد منهم نطمح لأنه نعمل أفلام سينمائية مميزة بس الفرص ما هي يعني متاحة دائما اليوم خاصة نحن في عصر الأفلام التجارية ذاك علاش يمكن اليوم الممثلين يخيروا أنهم يبعدوا عن السينما لو تحدث عن الفرص أنا بتحدث عن الفرص النوعية الحقيقة مو الكمية اليوم فما أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصك أستاذ جمال يقول تقول الأخبار أنه فما مقترح أنك تأدي دور الرئيس السابق التونسي زين العابدين بن علي حابوا نعرفوا هل هذا الخبر صحيح أو إشاعة؟ لا والله هذا مجرد إشاعة يعني الحقيقة أنا ما سبق يعني وحدا حدثني بهذا الموضوع على الإطلاق وعلى كل أنا ما أعتقد أنه أنا الممثل المناسب لعمل دور رئيسين العبدين بن علي ولو تختار رئيس من الرؤساء العرب السابقين شكون تختار انك تأدي دوره والله ما في حدا بذهني يعني حاليا ما في حدا بذهني بس انا الان عم بحضر لعب دور الملك ادريس التنوسي مسلسل الله عليه وهو مسلسل يعني يتحدث عن تاريخ ليبيا الحديث مسلسل بدور احداثه من تقريبا من عام 1939 يعني تاريخ نشوب الحرب العالمية الثانية وهذا كان له تأثير كبير على النضال الشعبي الليبي من أجل التحرر من الاستعمار الإيطالي وكان له تأثير كبير جدا على خيارات إدريس السنوسي ك يعني سليل العائلة السنوسية المرموقة في التاريخ التونسي وكشخصية وطنية بارزة والحقيقة يعني العالم العربي كلياته كان أمام يعني خيارات صعبة جدا قوى استعمارية مختلفة تتحارب مع بعض البعض وكان الحقيقة يعني في يعني ضغط سياسي كبير جدا في العالم العربي أين يقف هذا البلد العربي أو ذاك البلد العربي على أي جبهتين على جبهة المحور أم الحلفاء وهذا طبعا كان للدولة المستعمرة يعني فإذا كان الدول المستعمرة من قبل الإنجليز في حالة مصر والفرنسيين في حالة سوريا فكان في نوع من التعاطف مع الدول المحور لأنه كانوا بيتمنوا هزيمة الإنجليز والفرنسيين وإذا كانت الدول المستعمرة من قبل الطليان على سبيل المثال في ليبيا
في ليبيا. فكانوا متحالفين ما كانوا متعاطفين مع الحلفاء وبيتمنوا هزيمة المشور يعني. مهم برشا هذا حال كان العالم العربي آنذاك. ومهم برشا احنا متعطشين للأعمال التاريخية اللي ترجع بينا نكتشفوا تاريخ البلدان العربية خاصة. اليوم فما طارق العريان يقول انه باش يقدم مسلسل تاريخي وتم تصويره في تونس، فما إمكانية انك تكون موجود في العمل ولا لا أستاذ جمال؟ ما عندي فكرة الحقيقة. هو اعتقد سمعت انه يعني عم يصوروا الان عمل عن اعتقد معاوية بن ابي سفيان. اعتقد هذاك هو معاوية بن أبي سفيان باش يكون موجود في تونس وباش يصور في تونس. قبل ما نختم معك أستاذ جمال، الدراما السورية نعرفوا اللي هي كانت في أوجها قبل الثورة واليوم كأنها تعود من جديد، كأنها ترجع للصدارة وترجع الجمهور لها، ترى أنه اليوم الدراما السورية رجعت بقوة وإلا لا؟ لا يعني الدراما السورية عم ترجع يعني عم تحاول عم تناضل من أجل أن تفترض مكانتها. أنا أعتقد أنه نحن محتاجين للوقت ومحتاجين للظروف لأن الظروف لا تزال صعبة، وأتمنى يعني أن الظروف تكون أفضل وأن الدراما السورية ترجع تستعيد إن شاء الله. لأن وجود الدراما السورية على شاشات العالم العربي كان يعني أمر طيب وجيد، وكان يعني الأسر العربية يعني من المغرب إلى المشرق كانت يعني تنتظر الأعمال السورية وتستمتع بمشاهدتها سواء كانت تاريخية أو اجتماعية. أكيد، وأنا من محبين الدراما السورية ومن محبينك من أيام الفصول الأربعة نتفرج عليك. فرحانة برشا اللي أنت كنت حاضر بحضية. شكرا ليك على قبول الدعوة وإن شاء الله نشوفك مرة أخرى في تونس. ربي يفضلك إن شاء الله. تشرف إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك الفنان القدير السوري جمال سليمان اللي كان كيف ما قلت في مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، كان موجود وكان حاضر وتم تكريمه وتم عرض الفيلم الخاص بفيلم الكاهن. احنا هكا مازلنا مواصلين معاكم حتى للثمانية متاع العشية. بعد شوي باش تكون بحثية فنانة تونسية توحشناها برشا ترجعنا بالجديد متاعها، نحكي لكم على الدرة الفورتي. نسمعها تتفيت انا وهو على ديوان فما